هيا الآن اذهب. أيها الفتى القط، إنه خائف، لا يمكنك طرده. علينا هذا، وجوده هنا يعني أن نينجا الليل سيفعل شيئاً، علينا أن نبحث عنه. إلى طائرة البومة. لنجد نينجا الليل، النظرة الثاقبة. لا أرى شيئاً، وماذا عنك أنت؟ لا، لا أرى شيئاً أيضاً. ها أنت؟ لقد جاء معنا. لا يفترض أن تكون هنا. متأكدة أنه يريد أن نساعده. لا، إن أردت الحفاظ على سلامتنا يجب أن أخرجه من هنا. فعل شيء لنهبط، ويجب أن يمسكه أحد. زاحف، أمسكه حتى نهبط. سأخذه لأحرص على ألا يتسبب بمشكلة. لا، أعطني إياه زاحف. أمسكت بك. سعيد، تسبب باصطدامنا. أيها الفتى القط، أنت السبب بتعرضنا للاصطدام. اذهب. انتظر، ربما يحتاج إلينا. دمر المقر الرئيس وحطم الطائرة، لما نساعده؟ اذهب. حسناً حسناً. نينجا الليل. هذا يشبه الزاحف المخبول. لا، الزاحف. خذي هذه أيتها الغبية. سرعة القدس الخارقة. أعيدي ذلك الميكروفون أيتها الحمقاء. علق ذيلي. أبداً، إن لم أتمكن من حضور حفل جايدن هاستن الموسيقي فلن يفعل أحد. معي ميكروفون جايدن الذهبي وسأفعل ما يحلو لي. بسرعة لنلحق بفتاة لونا. انتظرا، أحتاج مساعدة. أريد التذكرة، سأساعدك. وأنا أريدها أيضاً، عضلات الزاحف الخارقة. أنت على ما يرام؟ أجل. رائع، من سيساعدني في القبض على لونا؟ أتسمعني أيها الفتى القط؟ ربما أخبرك الطائر الصغير باسم صاحب التذكرة الإضافية. الخيار صعب، أعني أنتما صديقاي. ما هذا؟ رائع، دميتك الخارقة فلوسي فلاش. بحثت عنها في كل مكان. حسناً، يمكنك الاحتفاظ بها قدر ما شئت. شكراً، لطف منك. أوه لا، لا يمكنني إخفاؤها وهي ملطخة بالبيض. قاد الأوان، سأضلله. هذا البيض مخصص لتجربة تحطيم الرقم القياسي في صنع العجة وسأستعيده. تقصد هذا البيض المتعفن؟ آلة العفن أفسدته كله، وستفوح رائحة نتنة جداً عند كسره. أوه، رائحة مقززة. قريباً سيختبئ الجميع في منازلهم لتجنب الرائحة الكريهة، وأنا سأتولى السيطرة. يستحسن أن تهرب أيها الزاحف الأبلة. استمتع بالرائحة المقززة أيها الزاحف الصغير. أوه، نجحت في تضليله، لكني بحاجة إلى مركبتي للهروب من الرائحة. أين تركتها؟ زاحف! الرائحة كريهة هنا، علينا مغادرة المكان. لندخل المركبة. أين هي؟ أنت لم تضيعها صحيح؟ طبعا لا، لكن مرحبا
أيها المقنعون الصغار، أم علي القول المقنعون المقززون؟ سأشغل آلة العفن. تأهبوا للرائحة المقززة. يمكننا التعامل مع الرائحة، لسنا بحاجة إلى مركبة زاحف لردع روميا. رائحة البيض أصبحت أسوأ. طبعاً أيها الفتى القط الصغير، فآلة العفن تعمل على إفساده أكثر وأكثر. علينا الاحتماء داخل المركبة. أين هي؟ يعني لسنا بحاجة لذلك. اختبئوا بهذا الشكل، أو يعني هكذا، أو هكذا، أو ربما هكذا. يا إلهي، أعتقد أنني سأمشي من الآن فصاعداً. أرأيت براعتي في الطيران؟ راقبيني أيتها البومة، ستتعلمين من خدعي. خدع؟ لكنك كنت تسقط. أجل، أنا بارع في قيادة العجلة، طيراني سيساعد الفريق. طيرانك؟ أنسيت أن هناك شخصاً آخر يطير؟ هيا يا صديقاي، مهاراتكما في الطيران ستساعد الفريق. طلاء جميل أيتها العثث، لم يعد هناك رحلات بالمنطاد لأطفال النهار التافهين. هذا المنطاد أصبح لي الآن. قوما بالمراقبة، سوف أطير الآن وأحضر المنطاد. نحتاج طياراً محترفاً. اطمئني أيتها البومة، اترك الأمر لي، مع مهاراتي في الطيران الأمر سهل. حقاً؟ صديقاي لا تتجادلا، يمكنني أخذ المنطاد بواسطة خاصية تخفي الزاحف. التخفي رائع، لكن ليس بمقدار روعتي بالطيران. شاهدا أيتها الفتاة لونا، اترك المنطاد. آه، إنه القط الصغير. أتريد استعادة المنطاد؟ حسناً، تفضل وخذ. لا بأس، أنا بخير. أن القط وقع في المسيدة. يا إلهي، ما الذي تسبب بانتنائه؟ انتبهي جيدا، ربما أحد الأشرار. أردت إخباركما بأن الفتاة لونا تتجه نحو المدرسة. لم تستخدم جهاز الاتصال؟ ظننتكما بحاجة للمساعدة. لن تتخلص من العطاس إن لم تبقى داخل المقر. أنا أعرف ذلك، سأعود الآن. حسناً، سنتجه للمدرسة. حذرنا إن رأيت شيئاً. أن لونا هنا. إنها في الخارج، سأخبر المقنعين، لكن إن لحقت بها سأعرف ماذا ستفعل. هذه فكرة أفضل. هي، يجب أن أتبع تلك العثة، وحتما ستقودني إلى لونا. انتظريني أيتها العثة. صفارة إنذار جهاز الفيديو، ما المشكلة؟ واو، رأيت ما هذا؟ ما شعاع الضوء ذاك؟ أتعتقد للأمر علاقة بالتلسكوب المفقود؟ فلنلقي نظرة عن كثب إلى سيارة زاحف. أراه مجددا.
المكان. أجل! سأرى! ها هو مصدر الشعاع! روميو! أخفقت مجدداً! ما علي إلا التصويب إلى اليمين بعض الشيء. أعني إلى اليسار. ما الذي أراه؟ أليس ذلك هو التلسكوب المفقود الذي نبحث عنه؟ لنتحقق من هذا. سيدي لديك زوار. أها، المقنعون الصغار، هل تبحثون عن تلسكوب؟ لما سرقته يا روميو؟ أليس واضحا؟ أحتاج إليه من أجل جهاز ليزر الفضاء. ها؟ ليزر فضاء؟ رائع. أعني ما الذي تضمره؟ سوف أنحت صورتي على وجه القمر. على القمر؟ سأختار هذا الجانب. ستكون الأمور على ما يرام الآن. أنت معنا يا صديقي. أنا آسفة، أردت فقط أن تريا مدى براعتي. لكننا نعرف أنك بارعة بوما. ستكونين أكثر براعة إن مررت الكرة. محقان، إنها لعبة فريق ونحن فريق أيضا. حان وقت البطولة. أوريا، علينا أن نخرج البومة من كرة القمر هذه. توصينا ثقبها بشيء كبير ومدبب. هناك علم خارج المتحف. زاحف، دحرج الكرة. هذا القط سر أمامه وأرشده. أين هؤلاء المزعجون؟ من هنا إلى اليسار قليلاً. انتبه، عمود الإضاءة. ها. ها. كرة القمر، عودي إلى هنا. لا. هاي، لماذا أصبحنا أبطأ؟ إنه مغناطيس الفتاة لونا، إنه قوي جداً. عرفت، علينا أن نتعاون كفريق. زاحف، استعمل عضلاتك. فتى القط، استعمل سرعتك. وأنا سأستعمل رياح جناح البومة. مرحى، أحسنتما يا صديقي. قطعة خردة. والآن لنثقب كرة القمر. عضلات الزاحف الخارقة. لندحرج الكرة بأقصى سرعة يا فريقي. أجل، ماذا تفعلون؟ لا 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 لا. مرحبا. هل تمكن الروبوت الضخم من إيقاف القط الصغير المسكين؟ والآن قيدهما. حركة فلاش ستنقذكما. لكنها ليست حركة أبطال حقيقية، إنها خيالية. فلاش، فلاش، اركلي ودمري. يا له من استعراض أيتها البومة. حان الوقت لوضعك في سلة إعادة التدوير. روبوت، لا اتركني. لا. لا، حركة فلاش فاشلة. أيتها البومة، أنت بخير؟ أجل، لكن أنا آسفة. عندما كنت أحاول أن أكون فلاش فلاش، أنا البومة. والآن سيصل روميو إلى كل الكتب. وحصلت عليها بالفعل، وعما قريب ستكون مملوءة بصوري وحسب. بسرعة، الحقي بهما، سنأتي بسيارة القط. حسناً، لكن هذه المرة سأستعمل قواي الخاصة. حان وقت البطولة. ما حاجتها لكتاب فلاسي فلاش؟ النظرة الثاقبة. حسناً، أخبرتني العصفورة أنك هناك. سيارة القط، اختبئي. توقيت رائع. خذ، اذهبا واربطاه جيدا حول الشجرتين في الأسفل فوق الأرض. إن أردنا إيقاف روميو علينا أن نوقف روبوته أولا. ماذا سنفعل الآن؟ والآن ستستعمل البومة الرائعة قواها الخاصة الرائعة. أولا جناحي الخارقان، ثانيا النظرة الثاقبة.
لم تأخذ كتابي المفضل بعد. ماذا؟ خذه أيها الروبوت. عليك المحاولة أكثر. لا لا لا. ها، سأعود الآن لملء الخزان بالمزيد من السحب. قوة لونا، اصنعي المزيد من السحب، وضعيها في الخزان. أنقذنا. أستطيع النجاح، أكره البلل، لكن ليس بقدر ما أكره تخييب ظن أصدقائي. حان وقت البطولة. سرعة القط الخارقة. أنا قادم يا صديقي. أسرع من الرعد. الفتى القط يركض بسرعة أسفل السحب ويجعلها تتبعه. ماذا؟ مهلا، ماذا تفعل؟ إن كنت سأبتل يا لونا فسيصيبك ذات الشيء. غرقت. كفى كفى. حان الوقت لنعيد هذه الفراشات بلوت. يا فراشات، أتطيرين معي؟ لنذهب من هنا. انظري إلى ألواني أيتها الفراشات، هيا تعالي. ماذا؟ هذا ما تحبينه؟ التصرف بلوت؟ هذا صحيح لونا، وأنا سأجرب هذا الآن. أنا آسف بشأن ما حدث في السابق، لكنني أحضرت لك أكبر قدر من الأزهار. خذي، تعالي معنا أرجوك. أجل، أحسنت أيتها الفراشات، شكراً. ماذا؟ تعطل مغناطيسي. أهلاً أيتها الفراشات، لا تذهبي. أنثى، أين أنت؟ تنتظرين أيتها الغبية؟ أمسكي بهم. قلت لك أمسكي بهم. أيتها العثث الحمقى. العثث ستأتي أيضا؟ هذا يلائمنا فعلا. أجل، سأكون لطيفا معك. لا 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 لا، لم يعد لدي أعوان الآن، هذا ليس عدلا. انظرا، أشعر بالأسف على الفتاة لونا. مستعدة؟ مستعدة. إذن فلتفز أفضل حركة. شاهدوا حركات الطائرة. رائع، لكن شاهدا قبضة الزاحف الخارقة. لا مقارنة بينها وبين قفزاتي. هذا ليس عدلا. لا 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 لا. حان الوقت لإطلاق قوى القط. سرعة القط الخارقة. عضلات الزاحف الخارقة. هذا ليس عدلا أيضا. قفزة القط الخارقة. هذه هي طريقة الفوز. كانت حركات الخارقة أفضل بالتأكيد.
مستحيل، كانت حركاتي أروع بكثير. أنا الفائز. أنا الفائزة، حركات الخارقة الأفضل. فزت مجدداً. أنا الأفضل. أنا البومة الفائزة. زاحف؟ الفتى القط؟ الفتى القط؟ لا، أمسكت بهما. أوه، لو لم أحاول التغلب عليهما لكنا معاً الآن. هي، حان وقت البطولة. يفوز الفريق الأول. هل تريان؟ انظرا إليها وهي تحضر لي غنائمي. مخلوقات العثث بارعة، لكنني لا أعتقد أنها قوية كفاية لتحضر أكبر دمية كتلك الدمية العملاقة. ماذا؟ مهلا، سأجمعها معا لتحضرها لي. توقف أيها القط المجنون. والآن سأهبط. أيها السقيف، ستحطم مركبتك إلا إن كانت خدعة أخرى، وهي كذلك. أيتها البومة، لا تقلق، أنا بخير. ها، لقد سئمت من امتلاك صوت مقنع واحد، حان الوقت لأحصل على الثلاثة. لا، أنا أفقد سلب صوتي. هذا يعني أن روبن العبقري سلب أصواتنا جميعاً؟ هذا لأنه رائع للغاية. على عكسنا، بدون أصواتنا لن نتمكن من العمل معاً لهزيمته، وهذا لأن الزاحف لم يسترد صوته عندما حانت له الفرصة. راء واو ميم ياء واو روميو. ماذا قلت أيها الزاحف؟ أوه، تعتقد أن وقت البطولة قد حان؟ في أحلامك أيها الزاحف المخبول. تخيلوا كم الأفعال الشريرة التي يمكنني فعلها بهذه الأصوات، وسيقع اللوم على المقنعين. هذا عبقري أكثر مما توقعت. ها؟ لماذا توقفت؟ ربما هناك خلل ما في المحرك. انتهت الاستراحة، إلى موقعنا التالي. كيف سأطارد النينجا وأنقذ أصدقائي؟ لقد خدعني. كانت البومة محقة، الغضب لن يفيدني، وخاصة غضبي عليها وعلى الزاحف. حان وقت البطولة والحفاظ على الهدوء كالمعلم فانغ. أوبس، الطريق الخطأ. ساعدنا يا صديقي. هيا. حسناً، سأغير أسلوبي. سرعة القط الخارقة. يحافظ الفتى القط على هدوئه ويتبع خطته لإنقاذ أصدقائه. احترس، اطمئنا. عاد الفتى القط وهو هادئ كالمعلم فانغ. سرعة القط الخارقة. المحطة الأخيرة للركاب. أوه، كانت جولة رائعة. شكراً على إنقاذنا. لا تشكراني، وأعتذر لأنني غضبت منكما من قبل، تصرفت بقسوة. لا بأس، عدت إلى طبيعتك. شكراً لكما. والآن لدي فكرة، ربما إن غضب نينجا الليل ومحاربوه سيخفقون أيضاً. حان وقت البطولة. أمسكا بهم. حان وقت البطولة وستساعدانني الآن. سرعة القط الخارقة.
التغلب على رونيو سيكون أكثر متعة وأنتما مقنعان. تتحول أمايا إلى بوما. يتحول جريج إلى ساحر. المقنعون الصغار. يجب أن نعطل له الحاسوب، إن أوقفناه سيتوقف الآليون. فلنفعل ذلك. اذهب وساعد الآليين أيها الخير. لا. من منكما الزاحف والبومة الحقيقيان؟ أنا البومة الحقيقية. أنا الزاحف الحقيقي. أنا ها؟ ماذا الآن أيها الفتى القط؟ لا يمكنك التفريق بينهم. يملك الآليان قوى خارقة ولكنهما ليسا صديقي. بومة، زاحف، أمسكا. هاي، الركلة الدورانية. اللفة الدورانية. ها؟ أترى روميو؟ أعرف صديقي جيداً. مستعدان لحركتنا؟ أوقفهم! أوقف ما يقومون به! أجل! لحظة، انتظراني. ما الذي يجري؟ الفتى القط. أمسكته. شكرا. قولوا وداعا. محاربي النينجا، انتبهوا إلى قالب الحلوى خاصتي. كم هذا مؤسف يا مفسدي المرح. هذا القالب لي. إلى اللقاء. لا، انتظر. ماذا تريد الآن؟ لنلعب لعبة أخرى. أم أنك تخاف الهزيمة؟ أخاف؟ سنلعب لعبة الكراسي الموسيقية وسيحظى الفائز بي. روعة، ما لونات المعلم فانغ؟ سأخرج من الجولة الأولى وبعد ذلك سأستعيد قالب الحلوى. عليكما إبقاء نينجا الليل منشغلاً، لذا يجب ألا تفوزا. اتفقنا أيها الفتى القط. حسناً. حسناً، حالما تتوقف الموسيقى ينبغي على الجميع الجلوس إن وجدوا كرسياً. موسيقى. تم إقصاؤك أيها الفاشل. هذا لا يصدق. يا لحظي العاثر. أنت لن تهزم نينجا الليل. خطة الزاحف الخارقة. لنتابع اللعب. هذا غريب، إنه كاميرون. أجل، يسير أثناء نومه. إنه نائم ولكنه يحلم بأنه يتنزه. علينا إعادته إلى الفراش. أجل، لكن لا يمكننا نقله بالسرعة الخارقة أو التحليق به، وإلا سيستيقظ ويفزع. يا مرحى. أعيد الدمى المتحركة لونا. في أحلامك أيها الزاحف. عثث، أريه ما يمكنك فعله. ليس ظريفا. بل هو كذلك، إنه أفضل عرض دمى متحركة على الإطلاق. أحسنت أيها الفتى الزاحف. حسناً، إليك الخطة. زاحف، أنت على ما يرام؟ نعم، لكن عليكم استعادة الدمى. سينقذ المقنعون الصغار الموقف. سرعة القط الخارقة. عثث عليك بهم. رياح الدمى. عثث، ماذا تفعلين؟ أحسنتما صنعاً. هل الدمى بخير؟ أجا
أجل، لكن كاميرون لا، تركناه لأننا ظننا أنك بخطر. من هو كاميرون؟ كنت أحاول سعادة الدمى وحسب. ماذا يفعل كاميرون هنا؟ من كاميرون؟ يسير أثناء النوم. من كاميرون؟ سنعيده للبيت. إنه أهم من الدمى. من يكون كاميرون؟ لنستقل مركبة الزاحف أو طائرة البومة لنرى الحافلة من الأسفل أو سيارة القط. سنتمكن من الانطلاق بسرعة ونلحق بالحافلة. ألا يمكن أن أختار أنا اليوم؟ سأثبت أنني أستطيع تولي الأمور. لا نظن أنك لست قادرا، ولكن حسناً سنستقل مركبة الزاحف. إلى مركبة الزاحف. كنت أنا سأفعل ذلك. أنا آسف، كنت أحاول أن أساعدك. لا بأس، لا أريد مساعدة. قوة مركبة الزاحف وقدرتها على الالتصاق والتخفي هي ما نحتاج إليه. لكن المقنعون يساعدون بعضهم. رأيت الحافلة للتو هناك. تمسكا جيدا. أضعناها. لو ركبنا سيارة القط للحقنا بالحافلة، أو لو طرنا بطائرة البومة لعرفنا أين ذهبت. أذنا القط. النظرة ثاقبة. حتما هناك شيء يمكنني فعله. أرى شيئا يتحرك بسرعة نحو ساحة المدينة. ألحقوا بها. انتظر زاحف. اسمعي، الحقي بالزاحف، سألحق بك بسرعة القط الخارقة. تخفي مركبة الزاحف.